شغلتي كتابة بكتب وخلاص. انتهت رسالة مهمتي. وكنت تلتقي بالزيات كثير ولا بين الفينة والأخرى؟ لا يعني كنت أعرفه يعني كان أعرفه زيات. الرسالة ظهرت مدة وبعدين توقفت. إيه؟ وبعدين ظهرت ب 63 لمدة سنتين. فزيات وقتها اللي أنا لا أريد أحد أن يكتب الرسالة إلا أنت وبتاع المنصورة اسمه يعني رجب البيومي. دكتور رجب البيومي. والغريب أنه أنا ورجب البيومي من تاريخ واحد في الميلاد. ولم ينجح في عضوية المجمع. كان يرشحان ولم ينجح هو ودكتور رجب البيومي. وزيات كان يظن أن الأستاذ رجب البيومي كبير في السن يكتب بالمراسلة. لأنه ما كان يقيم في المنصورة ولا يحضر مرتاحة. فتخيل يعني أنه لازم يكون شيخ كبير. وكان سبب توقف الرسالة عام 65 المعركة اللي ظهرت بين محمود محمد شاكر والدكتور لويس عوض. يعني وهيكل تسبب في إيقافها. صحيح. في إيقاف مجلة الرسالة. تمام. أنا كنت صديق للشخصين الاثنين يعني على اختلاف. إيه. أنا بعرف لويس عوض وبعرف محمود شاكر. بل بالعكس كنت أعرف محمود شاكر أكثر من لويس عوض كان.